الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لا تصحب يا ولد الغالي إلا من يدلك على الخير، واصحب الأطهار من الصالحين والعلماء الربانيين، وارحل إليهم وسافر إليهم لتراهم بعينيك ولتزاحمهم بالركب، فإن رحمات الله تتنزل على مجالس العلماء الربانيين الصادقين، وإن الله جل جلاله يحيي بقلوب العلماء الربانيين القلوب الميتة كما يحيي الله الأرض بوابل المطر. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. اصحب العلماء الربانيين فوجوههم تذكرك بالله، ناهيك عن كلماتهم بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. ولم لا، وهي كلمات عن الله، وكلمات عن الحبيب رسول الله، وكلمات عن الأطهار الأخيار من سلفنا الصالح عليهم الرضوان. اصحب العلماء الذين يذكرونك بالله إن نسيت وإن غفلت، ويردونك إلى التوبة ويدفعونك إليها دفعا إن زللت وإن انحرفت. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وصاحب السوء سيحرق ثيابك وسيحرق فؤادك وسيحرق بدنك وسيؤزك أزا على المعصية، وسيحرك عندك الشهوات الهاجعة، وسيستثير عندك الغرائز الكامنة، فابتعد عن صاحب السوء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم أعلم بأن من وفقه الله فهو الموفق، ومن خذل فهو المخذول. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.